ที่กำลังจะว่าอยู่ตรงนี้น้องน้องสำเร็จพอแล้วนั่นค่ะถึงว่าลอยตรงนี้อย่างนี้จะมีลอยตรงนี้อย่างตรงนี้ดูเช่นฟีข้าวผัดตอนนี้สิ่งที่ข้าวผัดในแต่ที่ฟีอันคนละเรื่องว่าจะเป็นยังไงโอเคมาสักนั้นยูโรบอลเอ็นจีไอจีไอจีเดสมูฟยูโรบอลเกมในริสวาเอ็นพลัสแล้วก็ตัวโปรตีนคอนเนติวโรบอลเป็นการโปรตีนแรงที่ห้องคาร์โบไฮเดรตที่ห้องเนสต์แบบในคาร์โบไฮเดรตเนสต์เป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ที่ตัวแม่ของการสรุปรายเป็นแบบนี้ที่เป็นตัวนี้เนสต์เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ยูโรบอลเอ็นจีเอาไว้ในคาร์บาสโอเคมาสักนั้นในนิวซินวันนี้¡Gracias!
المجموعة دي كلها ممكن نعملها في سبيل اللي هم الأوميجا 7 والأوميجا 9.
Okay.
สมมติว่าที่แต่ผมว่าจะมาตัวโอเมก้า6โอเมก้า3โอเมก้า3คนแนวนี้อย่างเอาคนตอบว่ายี่ห้อไม่เอาอย่างที่วัดสักแค่ยี่ห้อวัดสักแค่ده في كام بقى
بس في نقطة هنا لنفرض ما عنديش لين وميك أسد أركيلونيك بيكامز إستنشال لا مش هعرف أصنعها أنا قلت هعرف أصنع أركيلونيك بس الشرط ليه هو الشرط بيبقى عندي لين وميك لو ما عنديش خلاص في الحالة دي أركيلونيك بيكامز إستنشال ها؟ إنما ده الوضع ده كان في الخط إنما نظريا لو ما عنديش لين وميك أسد فأركيلونيك بيكامز إستنشال ليه مش معنى التأكيد إن الأركيلونيك بيكامز إستنشال لأنه مهم جدا في تصنيع حاجات زي ايه الزيوت النباتية؟ ايه الزيت اللي بنستعمله عادة في البيت دلوقتي يا ترى؟ زيت عرق الشمس وزيت الذرة مش كده؟ ايوه دول فيهم كميات كبيرة من اللينوليك اسيد. ها؟ زمان في مصر كان الزيت المستعمل عادة كان زيت بنزل القمح، كوتر سيب اويل، وبرضه ريتش ان لينوليك. دلوقتي اختفى خالص، انا ما اعرفش. ها؟ اختفى خالص دلوقتي زيت بنزل زمان ده يعني حوالي 50 سنة مش من زمان قوي يعني انما دلوقتي خلاص دلوقتي زيت الذرة وزيت عباد الشمس هو الاكثر استعمالا والاكثر انتشارا ودول ريتش ان لينوليك اسيد اللي هو واحد من الاستنشن يا ترى بقى كل الزيوت النباتية ريتش ان لينوليك اسيد دول مين من الزيوت النباتية فيه بس قليل الاوليف اويل اوليف اويل هو ايه؟ زيت الزيتون زيت الزيتون معظم الفاتي اسيد بتاعه اوليك اسيد اللي هو مونو انساتوريتد مش بولي انساتوريتد في وان اوف وان بس ودي كفايه الفاتي زيت توقف المكان مش عايز اقول في زيت اخر بس مش مستعمل في مصر فمش مهم نعرفه اسمه كانولا اويل ده مستعمل اكثر في اوروبا وفي امريكا وده برضه ما فيهوش كميات كبيره من اللينوليك اسيد. يا ترى هل من الميزه ان يبقى عندي لينوليك اسيد كتير ولا ده ممكن يبقى ايه؟ ده ممكن يبقى ميزه وممكن يبقى عيب. طب ميزه من ناحيه ايه؟ انه بيديني اسينشال فاتي اسيد. طب يا ترى عيب ايه؟ واحد بيقول كوليسترول قاعده عامه ما ننساهاش ابدا لا يوجد كوليسترول في اي زيت في العالم. اوكي؟ لا يوجد كوليسترول في اي زيت. هتقولي ازاي؟ ده في الاعلانات بيقولوا خالي من الكوليسترول. ايوه جميل بس دي نسخه ليها كوليسترول. بس لازم يضربوا عليك. امال يعني سبقوا الحاجه بتاعتهم ازاي؟ يقول لكم قاعده ايوه مظبوط خالي من الكوليسترول. ايوه بس كله خالي من الكوليسترول. اوكي؟ فبدل اول اي زيت ما فيهوش كوليسترول يا دكتور لو سمحت اوكي يا دكتور طيب ايه بقى هي اللي تعرف ايه الميزه؟ الايه من الاولف اويل اذا كنا بنحتاج نوعيه هو مش قوي انه ما فيهوش لينوليك اسيد كتير بس فيه مش ما فيهوش هو فيه بس قليل كل قليل هي ترى تعتبر ميزه الى حد ما ليه بقى؟ لان لما يكون فيه دبل بونز كتيره في الفاتي اسيد ده بيعرضه للاوكسيديشن لان الدبل بوند دي نقطه ضعيفه في المولي ها كان بي اتاك باي اوكسجين وبالتالي يخسر بسرعه اكتر الزيت اللي فيه دبل بوند اقل يخسر ببطء اللي فيه دبل بوند اكتر يخسر بسرعه لان الدبل بوند بقول نقطه ضعيفه في المولي طيب ننتقل الى الاركيلونيك اسيد انا قلت ممكن اصنعه من اللينوليك اسيد وبالتالي ما يلزمش ابدا اكله وهو موجود بقله مش كتير لينوليك موجود بكثره في معظم عقول الزيوت النباتيه اوكي انما الاركيدونيك ده معظمه موجود في الفوسفوليبيد اللي هنسمع عنها ان شاء الله قدام وهو بيصنع جسم اللينوليك يعني اذا ممكن موجود في الانيمال تيشوز وممكن الى حد ما بعض في البلانت تيشوز بس على ايه الفوسفوليبيد مش على ايه
prior cyclistrol. Pyrrolic alpha linolenic acid. زي linolenic acid أيوة موجود في الزيوت النباتية ولكن عادة موجود بقلة مش بكميات كبيرة. في معظم الزيوت النباتية موجود يعني موجود برضو في cotton seed oil في البيت oil في sunflower oil ولكن الالفا linolenic اللي هو trienolic في البلد وميجا 3 وميجا 3 دي مهمة أوي وميجا 3 دي احنا عارف عميل تبعدين ما؟ حتى دلوقتي في دواء اسمه وميجا 3 تروح الاسكال لك فكابل كذا تكون عارف وميجا 3 دي دواء اسمه وميجا 3 هو عبارة عن ايه؟ خميل للوميجا 3 فكابل مصري الفا linolenic بيعالج هي ضرة بيعالج تصلب في الشرايين ها؟ بيقلل الشخص انه يحصل له ثرومبوز انه يحصل ضغط على الشرايين ادي فايدة الأوميجا 3. نرجع تاني نقول الألفا لينوليك أسيد موجود في الزيوت النباتية ولكن بكميات قليلة إلا في واحد فقط. في واحد بس من البلانت أويلز ريتش إن ألفا لينوليك أسيد اللي هو إيه طبعا اللي هو لينسيد أويل. لينسيد أويل اللي هو إيه بالعربي؟ زيت بذرة الكتان. لينسيد أويل هو إيه تاني؟ زيت بذرة الكتان. ولو اسم شعبي اللي هو زيت الحار زيت الحار هو زيت الكتان وده بقول يا كاسب ان في ايه اوميجا 3 الفا لينوليك اسيد اوكي بس الموضوع كمان في حاجه ثانيه مهمه جدا في الفيش اويل بالنسبه للضغط لللين سيد اويل موجود كمان بكثره في الفيش اويل زيت الاسماك زيوت الاسماك فيها كميات كبيره من الالفا لينوليك اسيد بالاخص الاسماك اللي بتعيش في الاماكن البارده في المحيطات البارده ده ايه اشمعنى الاسماك اللي بتعيش في الاماكن البارده الاقي عندها الفا لينوليك اسيد ودي كلوريك اسيد في كلوريك تبقى فيه كام كربون خمسه اشمعنى الاماكن البارده قوي دي اللي فيها اسماك بتعيش في محيطات بارده عندهم يا ترى كميه كبيره من الفاتي اسيد دول؟ لان المايكرو تكتشر بتاعتهم شكلها ايه؟ واطيه قوي والا تتجمد الزيوت في جوه الانيمال مش كده ولا ايه؟ فهيهمني هنا بقى ان الزيت اللي موجود او يعني الدهون اللي موجوده في الانيمال ده تبقى اوف لور من التكتشر مش كده ولا ايه؟ ففعلا ده ملائم جدا ليهم ان فيهم بولي جينويك فاتي اسيدز بولي انساتوريتد اوكي يبقى كده خلصنا الكلام عن المجموعه دي قبل الكلمه الاخيره احنا بدينا الكلام عنها وقلنا عنها كمان شويه نقص السكر فاتي اسيدز يؤدي الى ايه؟ بالنسبه للاطفال يعني التهاب في الجلد درماتايتس اند ريتارديشن اوف جروث نقص في النمو طب ليه عشان ايه طبعا؟ لان فاتي اسيد دي موجوده في جميع الخلايا موجوده فين؟ في السيل ممبرينز في جدران الخليه في البلازما ممبرين والبسات وفي داخل الخليه في الممبرينز الداخليه في الخليه وبالتالي لو نقصوا يبقى في نقص في النمو مش هقدر ابني الخلايا بطريقه سليمه ويحصل انفكشن جروث بالاضافه للترماتايز اللي هاتف اوكي؟ نقصهم في الكبار بقى بتعمل ايه؟ بتعمل sterility and fatty liver. sterility يعني عقم لانهم مهمين جدا عشان عمليه السبرماتوجينيسيس تكاثر الخلايا السبرم والاوبيريشن وبالتالي نقصهم يعمل لي sterility عقم ويعمل لي كمان fatty liver. يعني ايه fatty liver؟ يعني الليفر يبقى فيه دهون كتير. الليفر يبقى فيه ايه؟ دهون كثيره. اما تزيد نسبه الدهون في الليفر بنسميه fatty liver. ليه طبعا دي بعد الدراسه ان شاء الله السنه الجايه بالتفصيل انما مبدئيا ناخد فكره ان في الاطفال بيحصل جذب جلد ونقص في النمو في الكبار بيحصل ضغط ويتكون كمان فاتي يبقى كده خلصنا مجموعه دي من الفاتي اسيدز وننتقل الى الايكوزانوس محدش يزعق كده ترفع ايدك وما اقول لك اتفضل اتكلم تتفضل تتكلم انما تزعق كده ما ينفعش لما تطلب شاي في قهوه مثلا ممكن تزعق حد ممكن يزعق منك يا حبيبي اتفضل نصي يا جماعه ايه نصي ازاي لما نصي؟ طيب
สักไปเดียวโอเคแค่นั้นแหละครับใช่เซสชันการเทสที่มุ่งมั่นเช่นแต่ที่ฉันดูคุณเป็นแค่เพียงที่เราจะมีส่วนมาเยาว์ราชนะเรียกว่าเป็นมิชชั่นนารูแล้วในการดูคุณเรียกว่าแต่ว่าถ้าวิวที่เราจะมาประชุมในบาร์บี้เราแค่ตาวาร์บี้สิ่งที่ว่าเป็นไม่ถูกว่าบาร์บี้การที่จะได้ตรวจเด็กนั้นมาใช้ตรวจในราชีวิตไว้แต่ที่ที่จะดูไม่ได้เรียกว่าอีกแล้วดังยังตั้งดูคุณก็ยังใช้ได้ไหมโอเคการเป็นคนไทยเป็นสิ่งที่มีชาลาทีสนาความเป็นพิเศษไปมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสิฮะ S O I C O N A L O I S ไปถ้าเป็นงานคำว่า I C O N A L O I S อันเป็นโอลที่เป็นเชิงที่คือเป็น I C O N A L O I S ฮะที่ I C O N A L O I S เอาไว้ประมาณ1 I C O N A L O I S ที่สับฮะ I C O N A L O I S เช่นเช่นเช่นเช่นเซตัสเกล็ดว่าเป็นสายนี้เซตัสโอเคว่าเฮตัสยานิสาว่าออฟตายานิสามเดียว่าโนนายานิเซตัสนะว่าเดคายานิอัชระว่าเจมอนนั้นดูอัติไอคอนสายานิอัชรีนฟะอิรันดูเลสที่อุบีบะอัชรีนีซาฟะอัชรีนคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนคูอามินฟะอัชส์ตะฮ์ตาวิcarbon atoms. Okay, no delay for that. When I say we're going to get that noise, cyclic oxyphagic acids, what is cyclic oxyphagic? Oxy-tabata fuma nani, P-oxygen is here, script. Tabata fuma nani, this is P-oxygen, live. Then P-oxygen group, but after, never do it with the top of the P-oxygen group, P-oxygen for most of the game. But from you, oxyphagicHaving fatty acid in the fat can be oxygen for what? Palmitic, stearic, oleic, linoleic, linoleic, but each oxygen carbs, then put carboxyl group. In the hydrocarbon chain, but if you ask where hydrogen and carbon best, again, if you add on one, then if you ask, and if you oxygen ever. In the middle, if you have oxygen for what? We'll end up with a lot of cyclic, or a lot of acyclic. Cyclic, can you? Can you have a lot of brain?A side of the guy, no A. Not the A for the old man, no. A, yani, fish. A side of the guy, no A. Okay? Mean side of the oxy acids, then serve you all about prostanoids. What do you smell with color and wear? Prostaglandins, what the sort of PG, what prostacyclins, what the sort of PGI, on the block I saw a normal prostaglandinsIs more prostaglandin I, Prostanoid. Prostanoid.
هذا المركب ليس له قوة. هل في الطبيعة مركب اسمه بروفانول أسيد ده شكله نوع؟ فعشان كده نقول المركب ده نوع ليه؟ لأنه ليس له قوة طبيعية. أوكي؟ البروفانول أسيد هم إيه بنقوله ليه كان حاجة ملهاش وجود في الطبيعة؟ لأن الباقي كل البروستاجلاندينز والبروستاسايكلينز والثيروموكسين يعتبروا بطريقة أو بأخرى مشتقين منه. أنا بقول يعتبر مشتقين منه، ليه بقول يعتبر؟ لأن هو مش موجود. يعني هل لو أنا كانت البروستانوميك أسيد يتحول إلى بروستاجلاندينز؟ نو، ما يتحولش. أوكي؟ بيتعملوا منين المعرض؟ من الأراكيدونيك ولا من الكيمنولايك؟ وبالتالي الأراكيدونيك والكيمنولايك بالنسبة للبروستاجلاندين نعتبرهم بريكيرسر. كلمة بريكيرسر يعني يعني مادة تتحول في الجسم إلى مادة أخرى. لو كان عندي مادة A تتحول في الجسم إلى مادة B يبقى A أعتبره إيه؟ ذا بريكيرسر أو B. واضح الكلام؟ يعني إيه كلمة بريكيرسر؟ لأنك تسأله فيها. ها؟ يعني لو قلت لك مين البريكيرسر أو ذا بروستاجلاندين تقول لي إيه؟ أراكيدونيك أسيد كيمنولويك أسيد. أوكي؟ تقول لي بروفانوليك أسيد؟ غلط، ما ينفعش. ده مادة ليس له وجود. طب لو أنا صنعت، هل ممكن تصنيع البروفانوليك أسيد؟ أه ممكن. طب لو كانت يتحول لبروستاجلاندين؟ برضه لا يتحول. فبقول تاني البروستاجلاندين يعتبر مشتقات منه نظريًا. ها؟ ثيوريتيكالي يعتبر ديريفاتيف مادة. هو بقول مركب نظري ليس له وجود، هايبوثيتيكال كومباوند. إنما هو النيوكليس بتاعته هو لو أضيف عليه شوية حاجات يبقى اسمه بروستاجلاندين أو بروستاسايكلين أو ثرومبوسين. أوكي؟ هذه البروستانويك أسيد فيه 20 كربون أتوم طبعًا، لأنهم كلهم فيهم 20 أكسيد، وما فيهوش ولا ضربان. أوكي؟ وفي رينج، الرينج بتاعته فيها كام كربون أتوم يا ترى؟ قدامكم أهي فيها كام كربون الرينج دي؟ كام؟ والخمسة كربون إذا سمعنا إيه؟ سايكلو بنتين، سايكلو بنتين. يبقى إذا البروستانويك أسيد وكذلك البروستاجلاندينز وكذلك البروستاسايكلينز زي ما هنشوف فيهم رينج سايكلو بنتين. سايكلو بنتين دي الكربون من 8 ل 12، 8 و9 و10 و11 و12 دي سايكلو بنتين. وبعدين في هنا بقى سايد شين أهي، ودي كمان سايد شين. سايد شين من الكربون واحد اللي هي كروس جروب كده نمرة 7 على الناحية، ومن 13 إلى 20 على الناحية التانية، ويبقى التوتال 20 كربون. أوكي؟ إيه الخط المنقط؟ وطاز التنين. معناها إن ده كيلو ده دايما الأبواب، يعني ناخد لنفرض الرينج موجود أهي، خلاص؟ وطالع منها هنا الكربونات من 13 إلى 20. اللي طالع من الناحية التانية يبقى نازل من تحت. النقط دي معناها إيه؟ معناها البوند دي نازلة تحت. ها؟ يعني بلو ذا بلين اوفر. المولكيول بتاع البلينر كده موجود في مستوى هذا المستوى. ها؟ الجروب اللي فوق دي نازلة تحت، عشان كده بمثلها خط المعنى. أوكي؟ ده البروستانويك أسيد قلنا مركب نظر. نمسك أي مجموعة من البروستاجلاندين اسمهم بروستاجلاندين إي. البروستاجلاندين إي يتميز بإيه؟ إن في دبل بوند أوف نمرة 9 و او اتش في نمرة 11. خد بالك ال او اتش في نمرة 11 منقطة، معناها إن إيه برضه؟ في لو ده في إيه وفي يعني نازلة تحت. أوكي؟ يعني إيه تاني زي ما قلنا قبل كده بالنسبة للشجر؟ يعني إيه ده ألفا ولا بيتا بوزيشن؟ قلنا اللي تحت يبقى إيه؟ ألفا بوزيشن. اللي فوق اسمه بيتا بوزيشن، واللي تحت ألفا بوزيشن. فدي تعتبر دي ألفا بوزيشن. ال او اتش دي بتشكل في نمرة 11. اوكي، وفي دبل بوند في نمره 9، وفي كمان او اتش هنا في نمره 15، وفي دبل بوند بين 13 و14، يبقى ده على طول اسمه بروستاجلاندين اي 1. ال 1 دي معناها ايه؟ معنى في 1 دبل بوند ان ذا سايكلين. ادي معنى 1. ال اي معناها ايه؟ معناها دبل بوند في نمره 9 او اتش في نمره 11. اوكي؟ ودبل بوند على الاقل 1 دبل بوند بين 13 و4. لو طبعا هو ايش 15، لو بالاضافه عملنا كمان 1 دبل بوند هنا بين 5 و6 يبقى ده اسمه اي 2. ولو عملنا كمان دبل بوند زياده هنا في هذا المكان في 20
มันนี่แก้สาวก็ช่างมันนี่สาวก็ช่างมันนี่สาวก็ช่างยังชิดสาวก็ช่างสาวก็ช่างเราไม่ได้ต้องร้องเป็นคำเองยิ่งเป็นดัชมูโปรสแตกแลนซินที่บาร์ดูวันแรกอินเทอร์เน็ตยิ่งเป็นให้เราที่เราเป็นอีมันเองวันแรกวันที่หนึ่งวันที่สามเองยิ่งอีมันเองที่วันที่สี่นั่นเราทำสตาร์ทอุฟีดอลบอนโดฟินิมราเทสฮาโอโอชฟินิมราเทราดังนี้ خلاص الأرقام الأوائل اثنين وثلاثة بيمثل إيه الدبل بوند اللي موجودة في السايد شين ليه بقول في السايد شين لما في هنا دبل بوند أو لا في الاتحاد ما تتعرفش مش دعم لو في دبل بوند هنا مثلا ما تتعرف أنا الميني السايد شين فيها كام فيها واحدة يبقى إيه واحد فيها اثنين يعني واحدة هنا واحدة هنا يبقى إيه تو فيها ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يبقى إيه يبقى الأقل لازم في واحدة فقط بين 13 رقم لو زودنا كمان واحدة أو اثنين يبقى E2 زودنا واحدة ثالثة يبقى E3 فهنا بقى الأرقام دي والأرقام دي بنكتبها لتحت تحت تحت الحرف كده ودي اسمها إيه بالإنجليزي الرقم المكتوب لتحت ده اسمه subscript فالsubscript numbers دول الأرقام المكتوبة في subscript تحت الرقم تحت الحرف دي تمثل إيه قلنا عدد double bonds في الصف E1 E2 اسمي هذه الفرق من الكلام إنما إيه على طول معناها إيه؟ دبل بوند أو 9 أو H 11 أو H 15 يبقى ده اسمه E أوكي؟ يبقى في سيريز من الـ E 1 و 2 و 3 على حسب الدبل بوند الذي أنصحك كنوع من المقارنة هنحط الـ F هذه بروستاجلاند الـ F إيه الـ F لا يفرق إيه عن الـ E يا ترى؟ هذه الفرق الوحيد بين الـ F والـ E الـ E فيها دبل بوند O الـ F فيها O هذا الواير نفس الشيء برضه في O H بنبرة كام؟ دي كام 11 وكمان في 15 أوكي؟ وفي كام دبل بوند هنا بقى في السايد شين 2 يبقى F2 يبقى اسمه F2 وألفا ليه؟ عشان O H دي يبقى أخطش ألفا يعني قلنا بيلوتا 2 يعني النهار أوكي؟ طيب يبقى دور البروستاجلاند عرفنا نوعين عرفنا الـ F وعرفنا الـ E اوكي كويس ده اسمه بروستا سايكلين ليه يا ترى سميناه بروستا سايكلين ليه سميناه بروستا سايكلين عشان في رينج زياده هنا في هنا سايكلين ستراكشر اهو زياده الاساس طبعا الرينج دي اللي هي من 8 ل 12 8 9 10 11 12 الرينج دي اللي هي سايكل بنتين الاساسيه اللي كانت موجوده في البروستاجلاند انا زودت رينج هنا ان زودت اكسجين هنا وشاركته في الرينج الاولانيه فعملت رينج جديده اذا عملت سايكليك ستراكشر جديد عشان كده ده اسمه ايه؟ بروستا سايكلين والبروستا سايكلين له اسم ثاني بروستاجلاند اي والبروستاجلاند اي هو البروستا سايكل في رينج اضافيه وفي اكسجين اوكي ده بروستا سايكلين اللي هو بروستاجلاند اي اوكي نيجي بقى للثرومبوكسين الثرومبوكسين عامل زي البروستاجلاند ولكن عملنا ايه؟ زودنا اكسجين في الريج بتاعه كان عندي هنا قلنا ايه؟ سايكلو بنتين ريج مش كده؟ سايكلو بنتين ايه؟ ادي نمرة كام؟ ادي 8 9 10 11 ودي 12 زودنا اكسجين بين 11 و 12 في الريج كويس؟ اذا الرينج اصبح فيها 5 كربون و1 اكسجين الرينج اللي فيها 5 كربون و1 اكسجين وفي نفس الوقت ساتيوريتد يعني ما فيهاش ولا دبل بوند يبقى اسمها ايه؟ اوكسين فاكرين احنا خدنا رينج شبهها بس كان فيها 2 دبل بوند كان اسمها ايه يا ترى؟ كان اسمها بيران ودي اللي سمينا عليها شغل في ايه؟ بيرلوز مش كده؟ بيران سمينا عليها شغل بيرلوز انما لما تكون ساتوريتد ما فيهاش ولا دبل بوند البيران كان فيه 2 دبل بوند كان مفيش اسمها اوكسين اوكسين وده السبب ان المجموعه دي سميناها ايه بقى؟ ثرومبوكسين ثرومبوكسين كلمه اوكسين دي جت منين؟ اللي فيها اوكسين اللي هي اوكسجين زائد 5 كربون 5 اللي هم اساسا كانوا سايكلوبنتين كنا غلط بس حطينا في الكومه هنعرف بعدين
ไปอีก OH OH เรียกว่าไปแก่โอเคเนี่ยถ้ามันดึงใช่ไหมเรียกโปรสแตทไซคลินฮะเนี่ยถ้ามันออกซิเจนอะไรเรียกทรอมบ็อกซีโอเคแต่ไม่ใช่เรียกทรอมบ็อกซีทรอมบ็อกซ์มันเรียกแบบทรอมบ็อกซ์แต่เนี่ยแค่อาการทรอมบ็อกซ์بتساعد على الـ aggregation of platelets من سيشن platelets اسمه ايه؟ thrombocytes الثرومبوسايتس هي الـ platelets وما يحصل لها aggregation مع بعض تعمل thrombosis يعني تتخطر تجلط تتماسك مع بعضها وتعمل جلطة كبيرة الثرومبوسايتس اوكي؟ فالثرومبو على طول يعني platelets دول فعلا بيساعدوا على الفليتيت اجريجيشن الثرومبوسيتس اوكي هاي المجموعه دي كلها قلنا اسمها ايه تبع اسمها بروستا نويز كل دول اسمه بروستات اللي هم البروستا جلاندين سواء الاي او اف او غيره والبروستا سايتين والثرومبوسيتس عشان نتخلص بس ثم ايه هنقول بس الاسامي اللي فاضيين اللي هم ايه سايت اللي فات كلهم كانوا سايت المجموعة الجاية A cyclic اللي هم leukotrienes leukotrienes ليس منهم كده لأن أول ما وجدناهم في leukocytes بس هم موجودين في tissues أخرى هنعرف بعدين وليس منهم trienes عشان فيهم ثلاثة conjugated double bonds يعني واحد مفيش واحد يبقى الدبل بونز دول نسميهم ايه conjugated double bonds انا عندي ثلاثة كونجيجيت دبل بوند عشان كده هنسميه تراين ترا يعني ثلاثة اي يعني دبل بوند فبنسميه لوكو تراين في واحدة رابعة خد بالك بس بلاش كونجيجيت معانا في بينهم ايه مثلين كده في مثلين بين الدبل بوند دي والدبل بوند دي الثلاثة دول كونجيجيت لو عندي بقى أربعة كونجيجيت ادي واحدة مفيش واحدة مفيش واحدة مفيش يبقى اسمهم لي باكس الليفاكسنس اوكي الليفاكسنس بقى فيهم اربعة كونجيجيت دبل بوند وايه سايكليك واللوكوتراينز فيهم ثلاثة كونجيجيت دبل بوند وايه سايكليك ونكمل المرة الجاية ان شاء الله